فكر زي الاول ها ابو خليل انت اللي تسوق مو في حال اللي يبين يلا اقعد 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 اقول لك هذه الكيسه كيف حالك هذا الشريف؟ ايش بتروح انزله؟ بروح للاهل اولا متصلين حمود يلا امشي يلا يبيب حسين حواس حسين تعال تعال هنا بسرعة بسرعة روح اياها لو انت اخوه منه هلا ابو حسن هذا العواد رمزي ما مسؤول تصور هالجوال بتسوي لك برسمك والله ما كان في البار ولا ماش شنو ولا فلاش لحد الحين ما يحتاج فلاشات اي يعني اصرف عليك ما كان على البار على خاطر كمل دقيقه فايده خلاص اللي اقرا حقرا واللي ابو حسين هلا بيك هلا وينك بس تخبي والله زيك زيك شيب شيب لك تروح صيده لا نروح تسوي على طول راح تروح فين الاستديو هو ضاع اخوك تلقى بالصاله هنا مو راضي مشو قولوا لي مو راضي كل وقت يقول لهم ترى ما دخل صور هذه الا في الجن الا في الجن لا حدا حجي على كل عزوز انت يقول لك الخير الصور فوق ايش تتكلم يا والله تكلم يا واحد يا زين والله يلا عويني واحد اثنين
يلا صور خلنا نروح ورا. يلا صور. ما صورني يا أخي. ما أنا. ما صور. أرحب لكم. هاي بلدكم. صدق. أبا يبلكم. كل جرادي مشتري. يا جرادي مشتري. تبع شوي جعفر مرحوم. هاي بلدك عزيز عبد الكبير. روح صور. بعد ما عزيز. تعال خالد تعال صوره والله يا مسكين قاعد قلت لك انا وقف يلا عييت لكن عدله انا اسوي رجوع واحده بس ترجع بعد ركعت ابو هني ادري من اللي فوق طلع راس تعال جيبه فين اصور في منهم واحده عدله هذه وقفها من الحمراء ادري لا تجيبه كبيبه ما انا صلح ابو علي يا جديد يلا على طول استديو يلا نصور الشباب علي بر بر البنات تعالي محمد وخالد طلع البحر طلع مني طلع البحر طلع الحن محمد ها قموره احنا غريبه حيدر هني تعال ربك عزه الله يسلمك عقب يوم اشبع الحمار نهك اي عور الحل اكلوا كله طال يقول عور الحل حسن مبروك على السيارة خلاص روح الحين عادي ما ابي يلا جرب يدخلني يلا جينا ما ادري استنى عنده مواعيد اكيد لا دخلك الحين انا ما ادخل ما في احد انت ود ود ام ام يا سلمى ما ادري من برا كذي بس مو شايف زي وحيد من هو ذا
اللي يصوره راي يقول لي ياكم ايش درنا عنه هنا.